إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها حاجاتنا وتغفر بها خطايانا وتشفينا بها من جميع العلل والأمراض والأوجاع يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الأحبة، نتابع الحديث اليوم عن أدب المسلم مع البلاء. حينما يحل به البلاء ماذا عليه أن يتأدب من الآداب التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومر معنا في الخطبة الماضية أيها الأحبة أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار جعلها الله عز وجل ليختبر بها عباده المؤمنين، لينالوا إن نجحوا في هذا الابتلاء وهذا الاختبار لينالوا أعلى درجات الجنان يوم القيامة. وقد أخبرنا بذلك في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وإن المؤمن أيها الأحبة تجاه هذه البلايا يكون له أربعة آداب، وقد آثرت اليوم أن أبدأ بالأدب الأعظم والأدب الأعلى والأرفع والأشرف، وهو أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نزول البلاء. وقد آثرت أن أبدأ به لأني رأيت كثيرا من الناس وبفضل من الله عز وجل يحمدون الله عز وجل على نزول المصائب، وقد سمعت هذا بأذني في الأخبار حينما كنت أتابع الزلزال الذي حل في المغرب والأعاصير والفيضانات التي كانت في ليبيا. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى سمعناه في الأخبار، يقولون الحمد لله. ونرجو الله عز وجل أن تكون نابعة من القلب ولا أن تكون لقلقة باللسان، ولكن الحمد لله على المصيبة على الابتلاء. هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحل به البلاء. فقد ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه في الشمائل عن سيدنا أنس أنه كان صلوات الله وسلامه عليه إذا أتاه ما يسره من النعم يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه ما يكره، مصيبة بلاء امتحان، وإذا أتاه ما يكره يقول صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله على كل حال. إذن في كلا الأمرين كان يحمد الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات عند النعمة، والحمد لله على كل حال عند نزول المصيبة. وكان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. هذه أخلاقه وهذه آدابه لمن أحب أن يقتدي به صلوات الله وسلامه عليه، بل هي هذه الآداب هي أدب أمته، كما ورد ذلك في سنن الإمام الدارمي عن سيدنا عبد الله بن سلام، وكان عالما من علماء اليهود وآمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رضي الله عنه: نجد مكتوبا في التوراة، التوراة الحقيقية التي نزلت على سيدنا موسى غير المحرفة، قال: نجد ما مكتوبا في التوراة أحمد، اسم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أحمد عبدي المختار، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق،
ولا يجزي بالسيئة السيئة بل يعفو ويصفح. هذه صفته صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدسة. مولده ببكة يعني مكة المكرمة، ومهاجره بطيبة، وملكه بالشام، وأمته الحمادون الله على كل حال في الضراء والسراء. هذه صفة الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب المقدسة، أنهم يحمدون الله على كل حال. لذلك أيها الأحبة، كانت أمته صلى الله عليه وسلم التي اتصفت بهذه الصفة كانت يوم القيامة أول الأمم دخولا إلى الجنة في ذلك اليوم العظيم الرهيب الذي طوله 50,000 سنة. أول من يدخل الجنة من فيه هذه الصفات. روى الإمام الحاكم في المستدرك وسيدنا الإمام البيهقي عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين، كلها الخلائق ستجتمع يوم القيامة، إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى مناد سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم، ثم يقول هذا المنادي: ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي يهجرون النوم. ولكن لماذا يهجرون النوم؟ هنا الآن كثير ناس سهرانين، على ماذا يسهرون؟ ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فيقومون وهم قليل ويدخلون الجنة. ثم ينادي هذا المنادي: ليقم الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة. ثم ينادي فيقول: ليقم الحمادون الله على كل حال، على النعمة وعلى المصيبة. ليقم الحمادون الله على كل حال فيقومون وهم قليل، وقليل من عبادي الشكور، فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. إذن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب. لمن يسأل كيف بدي فوت على الجنة بغير حساب؟ ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، يعني ولو بشيء قليل من وقت. ليقم الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ليقم الحمادون الله على كل حال. لذلك أيها الأحبة، هذا الأدب حمد الله على النعمة وعلى البلية، هذا مقام عظيم وأدب رفيع، هو أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن السؤال الذي ينبغي أن يسأل: كيف أصل أنا كمسلم إلى هذا الأدب؟ كيف أستطيع أن أطبق هذا الأدب؟ يعني أن تحمد الله على النعمة، والله هذا شيء يعني، وإن كنا مقصرين في حمد الله على نعمه، لكن أن تحمد الله، أن تحمد الله على البلية، على المصيبة، على النقص في الأموال والأنفس والثمرات، على قلة ذات اليد، على شح الموارد، على الغلاء، أن تحمد الله، والله هذا يحتاج منك إلى أمرين اثنين، إذا فعلتهما تكون من الحمادين الله على كل حال. إلى أمرين اثنين، أولهما ألا تكون أيها المسلم كنودا. أين ذكر الله هذه اللفظة؟ إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان غير المؤمن، الإنسان الذي لم يتشرب بأخلاق الإيمان وأهل الإيمان،
إن الإنسان لربه لكنود. وقالوا الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى النعم، نعم عظيمة ينساها، إذا أصيب بمصيبة يذكرها. شفت شو صار معنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ينظر إلى المصائب والبلايا وينسى العطايا والنعم العظيمة. فالله عز وجل ابتلاك بشيء من البلايا، لكن هنالك كم هائل لا يعد ولا يحصى من العطايا والمكرمات التي أكرمك الله عز وجل. لذلك إذا أردت أن تحمد الله على المصيبة عليك أن تنظر إلى النعم الباقية، لا تنظر فقط إلى النعم التي فقدت وإلى المصائب والمحن. لذلك أيها الأحبة، تواتر هذا المعنى على لسان كثير من الأصحاب والتابعين، ومنهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال ما ابتلاني الله بمصيبة، سواء في نفسه أو أهله أو ماله، ما ابتلاني الله بمصيبة إلا حمدت الله 4 مرات، مو مرة واحدة، 4 مرات. أولا أنها كانت، هذه المصيبة كانت في دنياي ولم تكن في ديني. والله أيها الأحبة، هذه نعمة إذا ابتلاك الله في دينك، سواء كان في الجسد أو في المال، لكن أن يبتلى المرء في دنياه، أما إذا أن يبتلى الإنسان في دينه مصيبة. والله أيها الأحبة، كنت قبل أيام في جلسة مع بعض الرجال، فرأيت أحدهم يعني محزونا مهموما. خير إن شاء الله يا أبو فلان، قال لي: والله يا أستاذ، عم حاول أتواصل مع ابني في بلاد الغربة، صلي أشهر ما عم بحسن أصلي، خير إن شاء الله. قال لي: وإذ اسمع من بعض أصدقائه أن هذا الولد ابنه قد صار ملحدا، ترك الدين وصار ملحدا ويعلن إلحاده على الملأ. فعلي ماذا أصنع؟ مصيبة، المصيبة في الدين أعظم المصائب يا أخي. هذا الإنسان سوى حادث، أصيب بمرض، نقص ماله، كل هذا يعوض ويؤجر عليه الإنسان، لكن أن يبتلى الإنسان في دينه أن يصير ملحدا أو يموت على ذلك، صار من أهل النار. لذلك أحمد الله 4 مرات، أولها أنها كانت في دنياي ولم تكن في ديني. الأمر الثاني أن الله رزقني الصبر عليها، رزق أن تصبر على المصيبة رزق من الله، رزقني الصبر عليها. وأنها كانت، الأمر الثالث أنها كانت بهذا القدر ولم تكن أعظم وأكبر، لأنه كل مصيبة في هنالك مصيبة أعظم منها. وأن الله عز وجل وفقني للاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. حينما تحل المصيبة مباشرة يخرج من القلب إنا لله، نحن عبيد لله، يفعل بنا ما يشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه المعاني أيها الأحبة، إذا أراد الإنسان أن يتأدب بأدب الحمد، أن يحمد الله من قلبه على المصيبة، عليه أن يتذكر النعم الباقية، ما يحصر نظره فقط بالنعمة التي زالت أو بالمصيبة التي حلت أو بالبلية التي عمت، لكن عليه أن ينظر إلى النعم الباقية. وروي عن سيدنا عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وهو من التابعين، ابن الصحابي الجليل الزبير ابن العوام، روي عنه أنه كان في سفر فأصابه شيء من الجرح في رجله، وزاد هذا الجرح ولم يلتئم إلى أن أصابته الآكلة، يعني الغرغرينة اللي نسميها نحن، فبدأ الالتهاب يرتفع ويرتفع إلى أن أشار عليه من حوله من الأطباء أن تقطع رجله، فقطعت رجله. فما زاد على أن قال: لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، يعني تعبا، حمد الله. ثم عاد لما شارف المدينة، تلقاه رجل يقدم له العزاء، فقال له عروة: أبي قطع رجلي؟ قال: لا، ولكن ابنك الصغير قطعته الإبل
بأرجلها. دخل هذا الولد إلى يعني موضع الإبل فمزقته الإبل بأرجلها فما زاد على أن قال. مصيبة، مصيبة في بدنه وفي أهله في ولده، وهو أحب أولاده إليه كما قيل. قال اللهم لك الحمد، يحمد الله، لئن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت فلقد أبقيت. يعني كانوا عندي 4 أعضاء، أخذت رجلي تركت لي رجل الثانية واليدين، في نعم كثيرة. وإن كان له 6 أولاد أخذ الله واحدا وأبقى له 5. لئن ابتليت، اللهم لك الحمد، لئن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت فقد أبقيت. إذن أيها الأخ الحبيب، لن تستطيع أن تحمد الله على حلول البلاء وأن تتعامل مع البلاء بهذا الأدب إلا إذا نظرت إلى النعم الباقية. أما إذا حصرت نظرك بالنعم المفقودة فهذا اسمه الكنود، وإن الإنسان لربه لكنود، المؤمن لا يفعله. مر سيدنا عمر رضي الله عنه على رجل كسيح لا يستطيع القيام، وهو أعمى وأقرع وأبرص، يعني مصائب نازلة فيه. فقال الأصحاب من مع سيدنا عمر: ما فيه من نعم الله يا أمير المؤمنين؟ والله ما بعرف، يعني لا يشوف وقاعد مكرسح، ما فيه من نعم الله؟ فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: ألا يبول، ألا يبول، كنت على الحمام بطلع الماء، ألا يبول؟ قالوا نعم. قال: هذه أعظم النعم، نعمة عظيمة، هل تستذكرها عندما تخرج من الخلاء فتقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته الماء وأبقى في قوته ودفع عني أذاه سواء من البول أو الغائط؟ الحمد لله، هل تحمد الله على هذه النعمة التي فقدها بعض الناس؟ هل تحمد الله عز وجل فتقول: غفرانك؟ وهذه الكلمة الواردة في الصحيح، أن تقول بعد خروجك من الخلاء: غفرانك، كلمة واحدة. شو يعني غفرانك؟ يعني أستغفرك يا رب. على ماذا؟ لأن كنت في نعمة، مفروض أن تقول الحمد لله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمنا أن الإنسان لهذه النعم لا يستطيع أن يحمد الله عليها، فهو يستغفر الله من تقصيره بالشكر على هذه النعمة: غفرانك. إذن هذه أيها الأخ الكريم أول أمر، إذا أردت أن تحمد الله أن تنظر إلى البلاء، أن تنظر إلى النعم الموجودة، لا أن تحصر نظرك بالنعم المفقودة. الأمر الثاني، إذا أردت أن تحمد الله على حلول بلاء الله عز وجل، عليك أن تتذكر ثواب أهل المصائب. أي مصيبة، إن شاء الله درسك وجعك، شوكة فاتت برجلك، أي شيء، أي شيء مصيبة تحل بالإنسان، علي أن يحمد الله لما ذكر الله عز وجل من ثواب أهل الابتلاء. ومنها أن هؤلاء الصابرون يدخلون الجنة بغير حساب. يتصور يوم القيامة الناس واقفين 50,000 سنة ينتظرون الحساب، والملك أخذ بيدك قال لك: والله أنت كنت من الصابرين على ابتلاء الله، يلا فوت على الجنة بلا حساب. يا والله خير من الدنيا وما عليها، دخلت على الجنة وما في حساب. ذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا وجهت لعبدي مصيبة في نفسه أو أهله أو ماله فاستقبل ذلك بصبر حسن. الصبر الحسن الذي لا شكوى فيه ولا جزع، فيه تسليم الأمر لله، يقول الله عز وجل: استحييت منه يوم القيامة. الله يستحي من هذا الصابر على بلاء الله، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة بغير حساب. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن أيها الأخ الكريم، إذا أردت أن تحمد الله على كل مصيبة تذكر عطاء الله عز وجل لأهل البلاء.
ومنها الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن الأحاديث كثيرة، وقد يعني نظرت في ثواب أهل المصائب وفي نعم الله التي تأتي لأهل المصائب، والله زادت عن 30 فضيلة، 30 فائدة لمن يقع بمصيبة، 30 فائدة. ذكرت لكم منها ثلاثا: أنه يدخل الجنة بغير حساب، والأمر الثاني أن له عطاء من الله إن هو صبر واحتسب واسترجع. وكذلك ورد في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتمنى أهل العافية، يلي ما انصابوا بشيء، يتمنى أهل العافية لو يوم القيامة لو أن أجسادهم قطعت بمقاريض من حديد. لماذا؟ قال: لما يرون من ثواب أهل الابتلاء. فلا تحزن ولا تنزعج، ولكن قل الحمد لله، لئن أخذت فلقد أبقيت، ولئن ابتليت فلقد عافيت. اللهم ألهمنا أن نتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حلول البلاء، ألا وهو أعظم هذه الآداب، وهو شكر الله والحمد من القلب على هذه البلية. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.